معارضين جينا نحتج ونقوم بوقفات جهوية وإقليمية ومحلية تنزيل لبيان الحركة الذي دعت فيه لإضراب يومي 19 و20 نوفمبر 2020. صراحة وبكل وطنية حنايا ما بغيناش نديروا الإضراب، رفضنا أننا نحطوا مصلحة الوطن في خطر، لأنه حنايا حاولنا أننا نمدوا يد العون للوزارة وخدمنا هذه 9 أشهر في كوفيد بدون رخص بدون تعويضات بدون تحفيزات بدون أي شيء، ولكن وللأسف فالوزارة اضطرتنا لأننا نخرجوا بهذا الإضراب، واضطرتنا لأننا نخرجوا بهذه الوقفات الاحتجاجية احتجاجا على تدخل عنيف الذي تدخلته السلطات في وقفة الرباط، واحتجاجا على القمع المسيرة السلمية التي قام بها ممرضو وتقنيو الصحة بالرباط. إذا احنا اليوم كنقولوا للوزارة هكذا تكافئين أطر صحية ضحت بالغالي والنفيس لأجل مصلحة الوطن ومن أجل المواطنين. إذا كان هذا هو حال الممرض وحال التقني في المغرب فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. كنتمناو أنه الحكومة تشوف فينا، لأننا احنا عمود المنظومة الصحية في المغرب، وجزاؤنا يكون العصا وجزاؤنا كيكون الضرب فقط، لأننا نطالب بمطالب الحركة التي تطالب بها منذ سنين، إنصاف في التعويض على الأخطار المهنية، تحسين شروط الترقي، إخراج مصنف الكفاءات والمهن، إخراج قانون مؤطر للمهنة، إنصاف ضحايا المرسوم. لأننا طالبنا بهذه المطالب فكان جزاؤنا العصا وكان جزاؤنا السب والشتم، ونحن نحتج جدا على تصرفات الوزارة تجاه أطر صحية تضحي بالغالي والنفيس في أجل مصلحة الوطن. تقوم حركة الممرضين وتقني الصحة اليوم بهذه الوقفة تزامن مع يوم الأول من الإضراب 48 ساعة الذي تقرر بعد التدخل الهمجي اللي تعرضوا له الإخوان السبت الماضي خلال الوقف بالرباط خلال الوقفة السلمية، تدخل أقل من يقال عن أنه همجي ولا إنساني من طرف السلطات. كما أن هذه الوقفة والإضراب جو لتذكير الوزارة اللي ما بغاتش تفتح سبل الحوار أمام الحركة، بخصوص 6 مطالب أهمها الإنصاف التعويض عن الأخطار المهنية وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وكذلك الهيئة الوطنية للممرضين وتقني الصحة المغرب، وكذلك توظيف الخريجين العاطلين وإنصاف ضحايا المرسوم. هذا ما كان.